يا من بكت لأحزانها وتغنت لها الأشواق شوقا، وبكت عليها ساكنتها خوفا وثم إهمالها ظلما وتخريبها ظلما. لا تحزني، فنحن اليوم سنحكي، وقصتك لغريب سنروي. احنا جينا جايين نصور الجزء الثاني. مرحبا. من المنطقه ديالنا أيت الغازي دوار يقع بجامعة حدران ضمن جهة الرباط صنع القنيطرة. ينتمي الدوار لمشيخة أيت يزي التي تضم 7 دواوير. في الجزء الثاني من برنامجكم من رحم المعاناة سنزور مناطق جديدة بالمنطقة لنعرفكم على معاناتها ولنحكي لكم أحوالها. سيأخذنا العرفاوي الغازي في جولة جديدة داخل المنطقة لنكتشف باقي مناطقها. تاريخ كربت كبت سيارة من ليه ديك كبت كبت يا جوج دري ومنعو سي الغازي. بينك تحدثنا على شجرة قديمة حتى هي عندها تاريخ حتى هي ديال الشجرة. التاريخ حتى هي أقدم الشجرة دي. هاد الشجرة كتسمى شجرة الخرو. اللغة ديالنا باللغة ديال الشلحة كنسميوها سليغوا. سليغوا هادي كتكل حتى هي كتكل بحال بحال عندها التمار ديالها. شجرة الخروب شجرة دائمة الخضرة وتتميز بذور الخروب بالتساوي، مما جعلها الوسيلة الأولى في الوزن قبل انتشار الموازين الحديثة. وتتميز منطقة أيت الغازي بزراعة أشجار الزيتون المنتشرة في كل مكان. لا يمكن أن تزور منطقة أيت الغازي وأن لن تقوم بزيارة بركة المائية التي تسمى أو تعرف باسم ثانو غنيم. البركة مسطح مائي صغير يسمح بوصول أشعة الشمس إلى قاعها، وتمكن أشعة الشمس النباتات من النمو عبر قاع البركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تلاقينا مره ثانيه ان شاء الله الجزء الثاني. أيه. من معاناه أيت الغازي وذكريات ديال أيت الغازي. بغينا كسي الغازي تحدثنا على هاد ثانو غنيم، هاد البحيره الصغيره. بحيره صغيره راها تاريخ. هذه هاد البحيره هاد البحيره هي عندها تاريخ قديمه، يعني اقدم بحيره. هنا هنا دوزنا الشباب ديالنا وكنا كنعوموا فيها الصغر ديالنا، ومرات هي مرات من الاجيال يعني الاجيال واجيال يعني خرجوا من هذا المسبح الصغير. هذا المسبح الصغير يعني التاريخ. انا كنعقل غير في الجيل ديالي، يعني راه يعني ما شاء الله شحال ام واحد يعني كنسميوها المتنفس الوحيد للمنطقه، بلاد القبيله. هي بلاد القبيله أيت الغازي هي هاد التنه هذه. كنسميوها حنا بالسلحه ديالنا تنه وغنيم. تنه وغنيم لان هي دايره فيها الكسب. غنيم هو بالعربيه هو الكسب. هي الكسب. تانا وغنيم، فهمتي؟ ودوزنا فيها الطفوله ديالنا الحمد لله، ومرت منها اجيال حتى هي ولاد القبيله كلهم مروا من هذا المكان هذا من هذا البلاصه هذه. كما كتشوفوا يعني التفريط ديال هاد المعلمه ديال هاد تانا وغنيم. يعني شوف الاهمال، يعني ما كانتش بحال هكا. ما كانتش بحال هكا، يعني راه كانت مصايبه مزيان. كانوا شي ناس معتنين بها. هذوك الناس سبحان الله، يعني الله اعلم فين مشاو، واش تحولوا من هنا ولا داك الشيء. يعني كتعرف التنه هذه، يعني ولات صافي. شوف كي دار القصب، يعني ولا نزل عليها الربيع، يعني ولات تكرفصات.
ما هي راه كانت مزيانه المتنفس الوحيد للمنطقه القبيله. أيوة القبيله وكان كيصبوني فيها العيال حتى هي وتصبني فيها الحوايج وسميتو الصوف وداك الشيء فهمتي بحال ولات بحال ايوا كاين الحمد لله الحمد لله حنا دابا كنذكروا الذكريات ديالنا ديال الطفوله والحمد لله يعني غير الطفولات ديال 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 كالغازي يعني نعم. كرمسون ديالك انت اي التاريخ ديالي تاريخ 74 ولا ما عرفت بتي هنا 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 غرق مسكين واحد الولد عام 74 انا ديك الساعه كنت في الارمي ما شاء الله في الارمي جانا خبر مسكين ديال داك كتعرفوا دريس الله يرحمه مسكين سميتو دريس ونهار الجمعه سبحان الله جاتنا الخبر ليه نهار الجمعه مات مسكين على هاد البحيره غرق ما كانش الانقاذ ما كانش ديك الساعه وسائل الانقاذ وسائل ديال سميتو الله يرحمه مسكين وصافي هذا هو هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هنا فين تعلمنا يعني تعلمنا اي شخص ديال المنطقه اي شخص منطقه ديال ايت الغازي يعني المنطقه ديال سميتو هنا فين تعلم يعوم عاد كتجي دايت رومي دايت رومي يعني حتى هي المتنفس الوحيد للمنطقه ديال جمعه حدران وايت الغازي وجناتن وكلشي هنايا فين تعلموا الدراري كاملين هنا في هاد البحيره الصغيره ويعني اجيال والاجيال اللي دازوا في هاد البحيره هذه ولكن يعني ما اعتنوش بها بشكل كبير لا من ناس المنطقه ولا من الجماعه ديالنا ديال جامعه حدران يعني ما داروش شي التفاته لهاد التنه هذه يعني في واحد منظر زوين واحد نسيتو ولكن ما كاينش اللي يعتني بها نتمنوا من الله يعني مسؤولين شويه يراعوا المنطقه ديالنا وستبقى ذكريات ثن غنيم عالقة في أذهان كل من زارها أو يتمنى أن يزورها من حدران أما جبل إفريم فطيوره وجمال طبيعته تنسيك الأحزان وما أجمل أن تجلس في ذلك المكان لتشاهد طيرا حرا يحلق في السماء فأما الطبيعة بجبل إفريم فهي طبيعة مختلفة الشكل والمظهر والألوان فما أجملك يا حدران أما الأبروال فقد كادت مياهه أن تجف لتزرع لنا كثيرا من الأحزان السلام عليكم سي محمد لاباس عليك خير هاني طيبه صحيح فيك كبير هذا باش بارك الله فيك شكرا انتما شرفتونا هذا النهار هذا مزيان باش كيدير نتوما حنا بعض النقاط الحمد لله اللهم لك الحمد لله الاول والناس المعاناه اللي كتعاني منها الناس اي هذه قله الماء اي هذه بادره هذه بادره قيمه اللي تفاجئتوا عندنا اليوم نيت وبغينا نوضحوا يعني هذه الامور هذا باش يعرفوها يعني الناس ديال المسؤولين والرساله ديالنا بغينا توصل يعني الراي العام وتوصل الفاعل الجمعويين وتوصل الحقوقيين والناس اللي عندهم غيره على هذه البلاد واللي عندهم الاضمره الحيه ان هذا السريج هذا خلاه الاستعمار الفرنسي والناس هذا هو المتنفس الوحيد الناس كيسقيو حيت انا بصفتي انا كرئيس جمعيه فلاحيه واول واحد غيأسس جمعيه فلاحيه في 98 في جامعه حدران وكنت راسلت جميع الجهات راسلت ما فيها عامل الاقليم خميسات يعني وكان عندي اجتماع مع في 1998 السيد العامل عبد الرحيم الضراوي عبد الرحيم بن الضراوي وكذلك المهم بعض الجهات الرؤساء ديال رئيس دائره ديال والماس قائد ديال قياده المعزيز انا ذاك في ذاك الوقت 98 منى الله يعني على قله يعني ديال المشكل المعاناه يعني ديال الماء هذا السريج هذا كان مزيان كان فيه الماء اشنو هو المشكل اللي وقع انتم كما كتشوفوا دابا الماء قليل انتم كتشوفوا يعني الا جا المواطن دابا يسقي دابا تقريبا هاد القنينه هادي ديال البلاستيك ربما كتهز ربما 10 لتر او 15 ديال لتر غيبقى الانسان جوج سوايع يعني باش يطلع هذا دابا هو الغريب دابا في الامر وكتوافق الناس بزاف يوميا يعني تقريبا راه كتسقي حتى ل 20 واحد حتى 25 واحد تقريبا في النهار هنايا يعني والغريب في الامر دابا كيجيو الاطفال الصغار وهاد الاطفال الصغار قاصرين وشكون اللي كيخلي يعني الهضم المدرسي هو هذا المشكل هذايا
حيت الوقت اللي كيجي مثلا التلميذ ولا التلميذه مثلا اللي يجي مثلا يخرج من المدرسه كيجي مثلا لدارهم يعني خصو يرتاح شي شويه وخصو يدير المراجعه اشنو كيوقع الام كتفرض عليه حيت علاش مجبر انه باش غيجيبو هنا كميه ديال الماء خصهم الحاجيات ديال الدار ما فيها النظافه ما فيها فهمتي الى غير ذلك ما فيها عاوتاني حتى الاستهلاك ديال المواشي الا حتى المشي كتستهلك واحد الكميه وبالخصوص في هذا الفصل ديال الصيف كتستعمل كتستهلك واحد الكميه اللي هي معروفه كبيره ديال الماء كاين اللي كيستهلك مثلا تقريبا حتى 300 لتر 400 لتر يعني شاك جور لماذا؟ هنا عندهم الكسيبه كاين اللي عندهم البقر كاين اللي عندهم الغنم فهمتي وهذاك هو المشكل ديال السلو ديال الهضر المدرسي وزائد هذا السريج راه كان زوين ولكن كانت الجامعه القرويه دارت واحد الدراسه في 98 لماذا كانوا دوك الانابيب كانت تعرضت مثلا للكالكير توسخات عمرات بالغيس والسخ وداك الشيء ما بقات كدوز الماء يعني. ومن بعد دار واحد المشروع هذا المشروع بقى غير وهمي ماشي شي مشروع اللي هو حقيقي ربما داروا شي مبلغ اللي هو فهمتي معروف راه معروف هذا الشيء يعني ماشي كنقولوا صراحه هذا الشيء راه واقع وتقريبا حوالي لما المصدر ديال الماء السورس ديال الماء جاي من واحد العنايه هنايا اللي معروفه اللي هي تاهي قديمه كانت الحمايه الفرنسيه دابا ندوزو عليها وغادي تشوفوها من تما جاي الماء تقريبا حوالي شي 100 متر جات لهنايا دوك الانابيب حيدوهم ولكن داروا بعض الانابيب اخرى هذيك الانابيب اللي داروا ما داروش بشي طريقه اللي هي متقونه وما داروش ناس تقني الخبراء اللي عندهم فهمتي خبره في هذا الميدان هذايا فهمتي ها هو رجع ليك ليطا اونسيان ديالو الحاله القديمه ديالو دابا الناس كتعاني من هذا المشكل دابا ديال الماء ودابا حنا كنوجهوا رساله ديالنا بغينا الميساج ديالنا يوصل للناس المسؤولين الاعضاء ديال المجلس رئيس المجلس الاقليمي السيد العامل المجتمع المدني الراي العام بغينا نحاولوا ما امكن يديروا هذه التكليفات يعني لهذه السكينه هذه راه كتعاني بواحد المعاناه راه ما شاء الله معاناة كثيرة وأحزان سينطق بها اللسان على يد ساكنة منطقة أيت الغازي الذين سيروون لكم قصة الأحزان. كنطلبهم الناس المسؤولين يعاونونا ويسيفطوا لينا اللي غادي يصاوب الأبروال يسقوا لينا الماء راه الماء البهايم كيموتوا بالعطش ما بقيناش حتى شوف النعجات وصل دابا تما شوف هذيك البلاصة ما كيوصلوش النعاج الصغار والبهايم ما كيوصلوش لينا كاع الماء هاد العين اللي كنسكتو منها هايم كنصبنو منها كنسقيو منها الماء للدار ولكلشي دابا البهاي ما لقينا فين غادي نشربو كنشربو من السقايا موالين السقايا الناس اللي مسؤولين بالسقايا بعيدة علينا وكيقوليك ما تجيبوش البهايم تما كيجيو البهايم الصباح ما كيبقاو ما يشربو يبقاو تا العشية بالعطش كون جيتو قبيلة فاش جاو البهايم كيطيحو على الماء لا خصكم تجيو تصورو داكشي ودابا راه مشاو طيرعو السلام عليكم هانتوما كتشوفوا التمره ديالنا راه ما خصنا الطريق والماء ما كاينش عندنا وحنا راه كنجيو بعاد وكنضربوا تماره دوك البواد اللي كنديو ما كيدير لنا حتى حاجه هانتوما عارفين كلشي كنديو بيدو اش غيدير لينا نشربوا به البهايم ولا نصبنوا به ولا كي غنديروا بستات البواده ولا 10 ولا شنو غيديروا لنا لا ما غيديروا لنا حتى حاجه او ما كيجيكمش بالنسبه للماء الماء واش ما كيجيكمش بان راه قليل قليل الماء ما كاين كاع تيجيو البهايم ما كنلقاوش كيشربوا كاع والو كيرجعوا هكا كنلقاو شنو غيشربوا صحاب البهايم كدوز عليهم تماره كنتمنوا من العامل حنا كنتمناو من العامل اللي قاد لينا هاد السقايه هنا ولا يصاوب لنا نبر والو ولا يدير لنا الطريق ولا هو المهم حنا كنشكيو عنده يشوف لنا هاد راه شايف الحاله ديالنا كي دايره وكما لا ننسى الذكر بأن المنطقة تعاني كثيرا من الناحية الطرقية والتنقل بين القبيلة والجماعة الترابية حدر الطريق المهم كيدوزو منها الطريق هادي كيدوزو منها بزاف يعني ديال القبائل كيدوزو منها ايت الله وكيدوزو منها ايت شعو وكيدوزو منها حتى المعارف والاغلبية الساكنة ديالنا بالخصوص ايت العرفاوي يعني الطريق هادي تقريبا فيها شي 3 ديال الكيلومتر يعني فوق ديال الشتاء كيلقاو الناس معاناة يعني كيبغيو مثلا يتنقلوا عندهم وسائل النقل غير المشية
يعني كتكون الطريق مغيسه، كيبغيو يدو مثلا غير المنتوج ديالهم يبيعوا او مثلا الماشيه يبيعوا، كيلقاو مشكل. وكذلك التلاميذ ديال المدرسه باش يكونوا كيبغيو يجيو للمدرسه تيلقاو عاوتاني مشكل، يعني كيكون الشتاء تيكون الغيس. وجميع المناطق تقريبا ربما تقريبا الاغلبيه ديال المناطق تصيبت فيها يعني المسالك الطرقيه، الا ديك البلاصه راه هي اللي مازال فيها معاناه بزاف. وكنطلبوا انهم المسؤولين يشوفوا يديروا واحد الالتفاته ويحاولوا ما امكن يراعوا يعني الاطفال والسكينه اللي كتجي تسقي من ديك العين واللي كتبغي تنقل حتى هي تدي المنتوج ديالها والحاجيات ديالها. وخصها طريق، كيكونوا مثلا نساء الحوامل بعض المرات كتدي المراه مثلا بالليل خصها تدخل لومبيرونس، كيكون بزاف ديال الحالات مثلا او بعض الحالات اللي هي طارئه. يعني الطريق راه ضروري يعني في الحياه، راه ضروري في الحياه. وكنشدوا يعني هاد الناس ديال المسؤولين يديروا واحد التفاته، الله يجازيهم بخير. أيت الغازي، الفتاة الجميلة التي تناساها الإنسان بعد زمن الاستعمار. أيت الغازي، الجوهرة المنسية. دابا هي كتعطي الماء دابا لذاك السريج اللي كنا هضرنا عليه قبيله سابقا، يعني كيكون لاشارج هذا دابا هو واحد السطوكاج، يعني هذا خلاه الاستعمار الفرنسي. راه هذه اللوايه هي المغطيه على هذا السريج هويا انايا، هو فهمتي الشكل يعني مثلث غادي طويل. هذا كان خلاه الاستعمار الفرنسي. هنا كانت العين، انا كنت انا مواليد هذه المنطقه هذه 53 سنه في السن ديالي. هنا كانت العين هنايا وكان الماء هنايا، كانت تقريبا حوالي شي 6 متر مربع كانت هنا ديال الماء. كنا كنسقيو من هنايا، كانوا العيالات كيغسلوا الصوف هنايا، كانت المنطقه كامله هذا هو المتنفس اللي كان. هانتوما كتشوفوا دابا هي ولات قاحله، ولكن الانابيب اللي كنت ديجا كنهضرت عليها راه كانت غاده من هنا. هذا هو المصدر ديال الماء اللي كيمشي للعين. هاد الانابيب هذه ما دارتش واحد الشكل اللي هو صحيح باش تعطي الماء. دابا ربما كاين هنا واحد الرضا راه هو مسدود، من ممكن هو راه عنده واحد القفل، كون حلينا غادي تلقى يعني الغيس، غيس الغيس موسخه موسخه يعني مكرفصه فهمتي. هذه بحال قلتي عباره عن لابوفيد، بحال قلتي حاويه، حاويه ديال الازمان بحال هكذاك عامره دابا بالغيس. هذه من الداخل دابا هي الغلاقه راه كاينه هنايا، واذا ما مسدود هذا القفل كون حلينا غتلقى الغيس. يعني هذا الغيس وصل حتى لهنايا، هو اللي دخل دابا بدوك الانابيب، حيت ما كايناش بحال قلتي شي حاجه اللي غادي تصفي الماء باش غادي يوصل يعني ذاك السريج القديم. وهذا الماء المصدر عاوتاني ديالو ها هو بواحد تقريبا 50 متر فين جيت واحد الشجره. هذا هذا من تحت الارض جاي واحد الانبوب، حيت انا ولد المنطقه وعارف من هذه الانابيب كاع من جايزه. هذا الشيء راه ظل تقريبا واقيلا في ماشي في 98 قبل ما بداك في 99 تقريبا 98 99 هذا الشيء باش دارني هذا المشروع هذا المشروع يعني ما كانش. وكنطلبوا دابا يعني من المسؤولين يعني باش يشوفوا يعني الحاله ديال هذه الساكنه هذه ويحاولوا يقوموا، يعني علاش الماء ماده حيويه، يعني ما يمكنش الانسان يستغنى عليه، هذا الشيء راه معروف يعني فهمتي. وانما كنحاول يعني من الناس المسؤولين والجهه المعنيه ومن المجلس الاقليمي والاعضاء ديال المجلس كنطالبوا منهم المجتمع المدني والجمعيات، حتى الجمعيات هي اللي كتساهم مثلا في خير في احسان انها متطوعه باعمال خيريه عندها غيره على هذه البلاد. وكنخاطب انا من هذا المنبر الاضمره الحيه، الناس اللي عندهم ضمير حي واللي كيفكروا ان علاش اشنو هي الحياه، المفهوم ديال الحياه هي احساس بمشاعر الاخرين، كيفاش كتعيش الناس فهمتي، هذو هي الحياه. وكنطالبوا من هاد الناس هادو الله يهديهم، وكنطالبوا في اقرب وقت يشوفوا يعني التفاته لهاد السكينه هذه. وحتى من ايه قرانيه يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو الحياه، الماء هو الحياه، الماء هو الحياه. وكذلك حتى الطرق، حتى الطرق انتم كما كتشوفوا الطريق هذه راه ماشي مسدوده، انت ما شاء الله انت شوف هذه راه ماشي طريق، هادي دابا كيمروا فيها الدراري ديال المدرسه. هذا هو المسلك دابا الوحيد ديال الاطفال اللي كيمشيو للمدرسه، هادي كيجي من الدراري ديال المدرسه، من هنا كيتقراو الدراري ديال المدرسه. يعني الوقت اللي كتكون دابا حتى الشتاء، يعني في وقت ديال الشتاء راه الدراري ديال المدرسه ما كيبغيوش يمشيو للمدرسه. علاش؟ حيت دابا الطريق هادي كتكون بلوكيه بالماء، بلوكيه بالماء ديال الشتاء، وكيكون الواد حامش غادي يدوز الدراري من هنا، كيكون الواد حامش. دابا في وقت ديال المدرسه دابا هنا كيكون هاد البلاصه هادي عامره بالماء، تيكون هنا الغيس تيكون عامره بالماء. يعني الدراري الاطفال الاعمار ديالهم ما بين 7 سنين 8 سنين حتى 10 سنين ما يمكنلوش انه يقطع من هنايا، يقطع الواد ما يقدرش يقطع الواد. وزائد هاد الخوف انتم كتشوفوا دابا هاد الطبيعه هنايا، يعني ما كيقدرش الانسان يقدر يدوز من هنايا.
لماذا الانسان قصير او البنت قصيره يقدر تعرض للاغتصاب؟ راه معروفه يعني المسائل يعني في جميع يعني المناطق كيتعرضوا يعني فتيات يعني قصيره الاغتصاب. لماذا؟ بسبب يعني هاد انت عدم الرؤيه ما كايناش ما واضحاش. وكاين الناس اللي كيجيو تقريبا 7 كيجيو تقريبا 2 كيلومتر حتى 3 كيلومتر ابي كيجيو على رجليهم يعني ما عندهمش وسائل ديال التنقل يقدروا تعرضوا مثلا الاكل الكلاب الضاله فهمتي. هذا هو اللي كيخليه كيسبب يعني في الهضره المدرسي اغلبيه كيسبب الهضره المدرسي. لماذا؟ كيفاش غيجي انت الدري مثلا قصير؟ انا شحال من مره انا كنكون هنا والله العظيم كيكون الدري مثلا من الواد لي فاش كيوصل هيك كيرجع بهالو علاش ما كيستطاش انه باش يكمل سواء الا كانت ما جا معاه مو ولا با كتخلي مثلا مو الاشغال ديال البيت ولا الاب ديالو يوقف له مثلا اللي الفوق عادي يمكن يبقى كيراقبه فهمتي وكيهضر معاه مثلا ملي كيسمع داك الصوت ديالو باش يتشجع يدوز من هنا. انتم كتشوفوا راه يستحيل الانسان باش غيدوز من هنايا. ومن المشاكل التي تعاني منها منطقة أيت الغازي مشكلة الهدر المدرسي، وذلك لعدة أسباب سيلخصها لنا رشيد بوشتيت في تصريحاته القادمة. ذاكرا متمنيات الساكنة ورغباتهم ومتطلباتهم لإحياء التعليم بأيت الغازي. عطينا المعلومات على هذه المدرسة اللي التاريخ ديالها كبير وكبير وكبير، بغيناك توضح لنا بعض النقاط على هذه المدرسة ديال أيت الغازي. أنا ولد المنطقة وساكن حدا المدرسة، المدرسة ما بعيداش عليها تقريبا بواحد ديال 4 ديال الأمتار ما بيني وبين هذه المدرسة هذه. المدرسة هذه قرينا فيها في السبعينات، هذه المدرسة تخرجوا منها يعني قادات. خرجوا منها يعني ضباط يعني في الجيش، خرجوا منها ضباط يعني في الشرطه، خرجوا منها دي بيلوت من هنايا، خرجوا اساتذه في التكنولوجيا، خرجوا منها. ولكن للاسف الشديد انتم كما كتشوفوا دابا هذا السياج هذايا مصيب يعني من نباتات مشوكه. حنا اللي طوعنا الساكنه، حنا اللي طوعنا باش درنا هذا السياج هذا، انتم كتشوفوا هذا السياج هذا حنا اللي طوعناه درناه. وكذلك رجال التعليم تاعهم الله يجازيهم بخير تاعهم طوعوا معنا، وكذلك يعني التلاميذ. ولكن المشكل اللي كاين دائما حنا كنهضروا على الهضر المدرسي، راه السبب ديال الهضر المدرسي دائما كنشوفوا وسائل الاعلام، كنشوفوا يعني المنتخبون، كنشوفوا الناس ديال البرلمان، كنشوفوا يعني الناس ديال الحكومه كتهضر دائما على الهضر المدرسي. ولكن حنا بغينا كنطالبوا من هذا المنبر هذا وكنوجهوا الرساله لجميع المسؤولين والوزاره التربيه الوطنيه، وزاره التعليم، المجتمع المدني، الفاعلين الجمعويين، يعني المشكل خصنا نحاربوا المصدر والاسباب ديال الهدر المدرسي. راه الهدر المدرسي الناس كتجي 2 كيلومتر 3 كيلومتر، الاطفال عندها 6 7 سنين 8 سنين، راه ما يمكنلاش غادي يشوف فوق الشتاء والبرد، غادي مثلا التلميذ سارد وغيدخل القسم والدري تقريبا حنا كنعرفوا هنا في العالم القروي راه ما كيقراوش يعني التلاميذ يعني 8 ديال السوايع، راه كيجي مثلا الاستاذ مع 8 هنايا راه الوحده تيخصو يخرج، هذا معروف ومقرا معروف يعني على الصعيد الوطني يعني بالنسبه في العالم القروي. يعني حيتي الايام ديال العطل وحيتي مثلا الاعياد الوطنيه يعني وحيتي عاوتاني مشكل ديال الرجال ديال التعليم ما عندهمش السكن هنايا كما شفتوا قبيله شفتوا السكن ديال رجل التعليم، انت راه زعما ما شاء الله زعما يعني السكن ما كاينش رجل التعليم اللي غيسكن، رجال التعليم كتنقل يعني من اقليم ديال الخميسات من المدينه ديال الخميسات كيتنقلوا لهنايا كيديروا لنابط يعني شاك جور. يعني هذا المعلم بعض المرات تلقى هو مشكل اولا بعدا باش يدي تا هو الرساله ديالو ويوصل الميساج ديالو تا هو او يدي تا هو الخدمه ديال الوظيفه ديالو كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اكاد المعلم ان يكون رسولا. هذا المعلم هذا اللي كيفيق مع 6 ديال الصباح مثلا وغيجي له محطه، راه المشكل ماشي كيتاخر على التلاميذ، راه هو المشكل الوحيد وهو ان ما كيلقاش وسائل ديال النقل اللي غتجيبو عليه اولا، راه يمكن يبقى حتى 9 و10 غادي يوصل لنا التلاميذ، ولكن الوحده تيخصو يرجعوا لها جوج، هذا التلميذ هذا ثاني عاد ان فوا كيرجع عاوتاني كيوصل للدار ضروري مجبر انه باش يمشي يسقي كما قلنا فهمتي قبيله، خصو يمشي يسقي، خصو يمشي يعاون موالين دارهم، هذا هو اللي كيسبب في هذا المدرسي، وما يمكنش الدري اللي عنده 70 80 باش يجي مثلا 2 كيلومتر يجي للمدرسه، خصو وسائل النقل. هضرتوا على البرنامج ديال التيسير ماشي مشكل، هذه بادرة قيمة، ولكن كتهضروا على الخواص مثلا على ليكول بريفي، إلا جينا تبعت مثلا الدولة هاد ليكول بريفي مثلا فين غادي يمشيو هادو أبناء الفقراء؟ فين غادي؟ وحنا كنعرفوا التعليم هو الأساس يعني ديال المجتمع، هو البنية، هو لاباز، إن التعليم هو اللي كيعطي مثلا كنقول حنا أبناء اليوم هو اللي كيعطي رجال الغد، هو يعني كل شيء، هو الاقتصاد هو كل شيء، إذا كان التعليم راه كان كل شيء، العلم نور والجهل وار، ولكن كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين
ما حاولوا ما امكن يقوموا بواحد المجهود وواحد الالتفاته يشوفوا هذه المؤسسات هذه الفرعيات هذو اللي هي مهمله. هذه الفرعيه شنو كطلب دابا؟ الماء الحمد لله كاين ماشي مشكل، ولكن بالنسبه لهذا السياج هذا هو هنا يعني طوعنا وصيبه يعني غير من نباتات مشوكه. علاش ما يكونش هذه الصوره ذاتها هو واحد الفضاء ويكون يعني بحال واحد المجله يكون فيه فيه صور تكون فيه مكتوبه فيه اقوال وحكام العلم نور الجهل عار الى غير ذلك. ولكن كنطلبوا حنا من هاد الناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، وهذه رساله موجهه لجميع يعني الفاعلين الجمعويين الحقوقيين السياسيين المجالس المنتخبه الى غير ذلك، كنطلبهم الله يجازيهم بخير ان يديروا واحد الالتفاته. وحنا راه التعليم بصراحه إلا بقينا غاديين يعني في هذا المسار هذا يا راه التعليم راه التعليم أنا كيبان لي غادي من سوء إلى أسوأ. معاناة وأحزان ومشاكل تحير العقول والأذهان، فصبر جميل أيها الإنسان.